السلام عليكم. تبارك الله المعلم ديالنا، كيداير؟ لاباس عليك؟ بخير. احنا اللي جبنا بكري اليوم باش نفطروا عندك ان شاء الله. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله. اليوم احنا جينا بكري باش نفطروا. تبارك الله. أقول لنا السر ديال هاد العجينة هادي. السر ديال العجينة كيفاش كتطلع؟ كتطلع هاي الديك. العجينة كتبغي الديك. الصحة وتبقى غادي تتسير فيها، تتسير فيها، تتولي بحال الشحمة. هزها سرحها بحال الشحمة. غسلها تا الغسيل، تكب عليها الماء وغسلها ونبدا نسطر. تبارك الله. يلا ديرنا شي حركة ديال العجينة نشوفوها. مرحبا. تبارك الله المعلم، تبارك الله المعلم. تبارك الله، تبارك الله المعلم. تبارك عليك هذاك 52. ويسخر حتى زو هذا اخر 72 باش تباعو. تبارك الله، هذا ثاني. تبارك الله، هذا يقوم بمليون 10000 درهم. تبارك الله. اش داير في السن هذا؟ اثنين. تبارك الله، راه السوق ودان. تبارك الله، تبارك الله، على المليح. أرى البيضرة، أرى البيضرة. وي الزوق، قاعدة كتفرج في الدنيا، بغينا نشوف راسي شت. هادشي مغيزة ود عمي راسو. إيوا. الآخر تا هو. أش داير في السنة؟ رباعي. رباعي. الثمن ديالو 110. هذا 110. 110. تبارك الله، تبارك الله. شي حاجة راه هذا اش داير في السن هذا؟ 50 و60. اش داير في السن هذا؟ 60. تبارك الله. المرقد؟ المرقد البروج من هنا. تبارك الله. هادشي مغيزان مبودر. تبارك الله. الطوب ديال الغنم اللي كان باين ميه كان 10. هذا داير السيك هذا اللي كان باين ميه وكان 10. سير مليان تبارك الله. هذا 10000 درهم. واش داير في السن هذا؟ رباعي. المرقد ديالو منين هذا؟ المرقد ديالو من هنا من الصوت. من المروش. تبارك الله. تحطي ولا تفرق علي راسي غير تقدك 1600. تعال تعال انا تعال راسو بدل 900. تعال ديال الغلما سر عين. ها الله يهدي وخلي على الحرس. كاين العجوله السوق هذه. البقري الحاج، البقري على خرتي هو. ها هو على خرتي هو. جرب قدام. تبارك الله. على خرتي هو. ها هو هذا يمشي باش رايك نسها كل السلعه لا مزيان 104 هو. السلعه كل حاجه على وجهها. الاثمنه راه مزيان. كاين السنه هذا تا هو.
ثني طانك كاين اسمه هيك طانك شحال واشري 104 عيد اللازم الله خوتي هو مامو ديال الغلمود عمي اللي كان عشاق بالمليح حنا راه مولفين بالمليح نديروا حاجه غليظه السلعه الغليظه هي وستينا اتم السعر هذا ينسيك هذا الورد ديال الغلم سيس سيس هكذا المليح الخوي تبارك الله معنا تبارك الله تبارك الله معنا طب ديال السوق اصلا الداودي راه معروفه طب ديال السوق سعيد هاد الحوله هذا الحوله شي ديال 74 70 ما كاينش هادو معايا ناخذ واخا العمسي هات سعيد درها بالله كريم دابا تعدي راسك على 18 على 18 70 سعيد حولي 18 24 لا واش نقول؟ تعال وانت قلت 20 لا والله تعال انا نديك والله تعال 20 وي السعودي فيه انس لا لا حرام ما حلا حرام رجع لي في القضيه اللي درت نتايا ماشي صراحه شوف الثمن تالين هذا 66 اش دير في السنه هذا؟ اثنين والوحده؟ كلهم ثنايا بجوج نفس الثمن بحال بحال الثمن بحال بحال بجوج هادشي زين الحاج تبارك الله احتينا من الهجار وتتغمت الله يسخرها اللهم امين بارك الله هذه الحاجة الثمن ديالها تالي الثمن واش على 28 28 تبارك الله شحال من راس الحاجة 30 30 تبارك الله كي داير السوق اليوم الحاج مزيان داخل السلعة اليوم داخل السلعة اليوم داخل بارا داخل الكساب ولا الحل الكساب الناس بالنسبة للعيادة ما داخليش اليوم باقين على الله باقي ما داخل بالنسبة للكسيبة موجودة هذا العام الثمن فين اخويا كسيبه موجود كسيبه موجوده سر موجود ولا فيها فيها البركه الحمد لله فيها البركه تبارك الله راه الحلبيه تاع المباراه ياخذ شي طريف خمسه ما يزيد والو 50 درهم بالله ما تحلفوش حيدوا الحال ما يزيد كثير والله ما يزيد سمر خوسي 72 يطول من واش دايرين في السنه؟ هما اش كيقولوا العراء 42 ديال الغابه مزيانه سعيده 16 صور
أكبر أي جحر العقائد وترى كبير يسوي حج كاميرا موجودة من اي بلد انا اخوتي 72 تبارك الله اش داير في السنه تنايا شي واحد اللي ما جا المرقد ديالو منين المرقد ديالو زيدوه تبارك الله خرجت شا سامع خوتها؟ 60 تبارك الله والبيع ديالو؟ ها؟ من عندك؟ لا من عندك انت انت ديك السبعة 68 والبيع تبارك الله غير السنة كلها كاينة 8 كاينة 8 المرقد دالبروج تبارك الله كاين ثمن هذا العام كاين ثمن الغلم قليلة شوية لا؟ وهاد الساعة باقي قليلة ساعة أخرى ساعة أخرى يحل الله شحال سامع أخويا تبارك الله بخير 42 تبارك الله مرقد منين؟ منين مسكين تبارك الله بس خرا الحاج امين يا رب ماشي تيسير امين يا رب وصي احمد راه عكسي كنا راه مبيعين وشارين فيها شاري عندنا عبيده وشاري عندنا الحاج ابراهيم شحال عطينا خويا حبنا 48 48 ما يسخر زيت يعود مركز منين اخويا 200 كيلوغرام نمشي لا تبارك الله لا كاين لا كاين كاين اه الله هو مولا هذاك الراجل الله يسخر الله يجيب ليه التيسير حال بروقه تبارك الله سلع مليحه تبارك الله مزرده سير سير سلع مزرده تبارك الله الله يكمل امين كده اليوم تمام في السوق تمام شويه السوق على داير شويه بحال اليوم السوق ناقص هذيك السيمانه بالنسبه للاثمنه واش طالعه ولا هابطه الاثمنه طالعه شحال زايده في الخروف الخروف زايده فيه على حسب اشنو على حساب هاد السيمانه ولا شنو لا هاد السيمانه هادي شحال زايده في الخروف زايده في 6000 ريال بالنسبه للخروف واش موجوده هاد العام ولا قليل السلعه قليله ما قليله شويه كاينش مليح قليله شويه مليح ما كاينش مليح ما كاينش والثمن كاين الثمن طالع هذا العام السلام عليكم حسام اخويا 48 ونص تبارك الله المرقد منين تقريبا تبارك الله ابوش كريم ابوش الله يسخر ويجيب التيسير هاي الله يرحمك هذه ما كيقسمش الله هذا هو اللي مكتفر رزقك هذا هو اللي قسم الله في رزقك هذا هو 500 واش تولي 100 من واش تولي 500 درهم وتلاش 500 500 مش انك انا 10 درهم وجيت بكم تجيب ورا هذاك الهروري منه انت ما عمرك حطيت الفاله ديال الفاس شحال داير مشكل هاي الله يرحمك بارك الله فيك
السوق اليوم كاين الثمن اخويا بحال زيدة في البهيم اليوم بحال بحال السومة اللي كانت لي باقة مليح راه بحق وهي حاجة اليوم طالعة ولا هابطة اليوم بحال بحال السوق باقي طالع السوق وكان كيما باقي السعر مليح عندنا شي كاليتي اثنين تبارك الله تبارك الله هذا ثاني الثمن ديالو هذا 180 هذا اش داير في السن هذا 180 تبارك الله هذا الثمن ديالو سالينا 160 تبارك الله مليح عاد غادي بجي لي راه كذا كذا شي السلعه اللي كناخذ حتى حنا كذا حتى حنا العشق المليح جلبته منو واه وعندنا ديال الحولي كداش شي راه مغيز راه السوق في المليح والله ما كان مليح عاود عمي ما نديرو فيه ديال تبارك الله الحولي والله الا دخلتي لي فين برون هذا ينسيك هذا ولد عمي مليح ديال الغلبان الف مليح والحولي ماشي كيما بحال غادي يعجب عمر حل في ديالك شنو صح هي ها خوتي هذا جديد في السنه هذا تمام هاد السلعه ديال الناس العشاقه هذا غادي تعطيه هذا الله تمن اخويا سليم 42 42 جملة الفريدي كاين 18 راه الفريدي ما عطاوناش مازال ما طول بالنسبة للفريدي تبيعو 60 3000 درهم 3000 درهم عرقية وزينة بدرية كي داير الأثمنة اليوم في السوق